الواد ان يكون حاضرا في 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 احتفالات بالمستضيفه اليوم يوم الطفوله المستضيف للفاتح جوان 2024. ايضا ديوان مؤسسات شباب ولايه مزغم ان يكون حاضرا في هذه الاحتفالات بتنظيم حفل ترويجي ترفيهي على الاطفال بعد التعب الذي نال منهم طيله السنه موسم دراسي عويص. ابا اخي شباب ان يكون حاضرا بالاحتفالات بهذه المناسبه الخاصه بالطفل المسالمي والطفل الجزائري. تفضل عمي محمد. اليوم رانا في بالي دي سبور في تجديد بمناسبة أول جوان يوم العالمي للطفولة. ديوان نشكر ديوان مؤسسة الشباب اللي قائمة بمجهود كبير فيما يخص الشبيبة، ونشكر حتى المنظمين تاع قصر الرياضة في جديد اللي في حقيقة راهم قايمين بها، وحتى الجمهور اللي جانا يعطيهم الصحة. أنا والله ما كنتش نقارع الجمهور كما هذا، والله لا يعطيهم الصحة. بمناسبة عيد الطفولة المصادف بريمي جوان احتضنت مديرية شباب الرياضة حفل بقصر الرياضة التجديد. تشرفنا بحضورنا لهذا الحفل البهيج المتنوع، في الحقيقة هو موجه للأطفال وحنا كأولياء للأطفال تشرفنا بحضور هذا الحفل المتنوع من خلال أجواء طفولية رائعة. تشرفنا اليوم كمواطنين بحفل ترفيهي لفائدة الطفولة بصفة عامة، من خلال تقديم عروض مختلفة بهلاوان الكلون وغير ذلك، ونلاحظ بهجة وسرور على وجوه أطفالنا، ونتشرف بتقديم الشكر لكل القائمين على هذه على إحياء هذا الحفل من مديرية الشباب والرياضة وديوان مؤسسة الشباب، ونشكركم على هذه الالتفاتة الطيبة. أولادنا اليوم عيد الطفولة، بغينا زعما نعلموهم بلي كاين عيد الطفولة باش يوافوا. سيبو راهم يتفرجوا فرحانين، يبغوا هاد الصوالح، يبغوا المهرج، يبغوا هذاك كما نقولوا حنا ما نقولوش السحار. أيه يبغوا، أيه فرحانين عيدهم. اليوم جينا بانوراما، كانت أجواء جد جميلة بزاف، جابوا لنا مهرج وكاع فيها شابة، وعيد سعيد لكل الأطفال، وكل عام إن شاء الله.